السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. على بركة الله ندخلوا الأول فيديو، على بركة الله أول فيديو. وكلمة أخيرة للقنوات ديالنا يا أخو، كي تحب دير إيميسيون ولا هضر لي على الشعب ديالي، هضر لي على الشعب ديالي، هضر لي. أخيرا ولاو الكراغل كيفيقوا بحال هذا، راه ولا عاق ولا فاق. اش كتهضر لي انا على المغرب وعلى هذا وكتحاول دير بلبله في المغرب؟ هضر لي على المشاكل ديالي، الطوابير ديال الحليب، المشاكل ديال السكن، المشاكل ديال الشغل، المشاكل ديالك ديال الداخل. اش بينك وبيننا؟ اش بينك وبين المغاربه؟ ها انت نعاودكم من الاول، سمعوا التيسالي عاد نكمل هاد النظره. وكلمه اخيره للقنوات ديالنا يا اخو، كي تحب دير ايميسيون ولا هضر لي على الشعب ديالي، هضر لي على الشعب ديالي، هضر لي على الرئيس ديالي وراه، هضر لي على حاجه تخص الجزائر. ما تسحقش انا واش دخلني انا في الملك يروح مع اليهود ولا يروح مع فلسطين ولا يروح مع الامريكان، هضر لي على 700 حراره كل يوم. قلت لكم بداو كيعيقوا، عوض ما تهضر على المشاكل ديالك تابعني انا، اش غتستافد؟ في الاخبار دابا نشرت الاخبار، فاش كتشوف القنوات ديال الكراغل كتسمع في المغرب، تتهضر في المغرب ما عرفناش واش هما قنوات اخباريه ديال المغرب ولا ديال الجزائر. واحد ايوا غير شغلكم. علاش عمركم ما هضرتوا على الطوابير ديال الحليب؟ علاش عمركم ما هضرتوا على اللحوم الحمير اللي كتاكلوا؟ علاش عمركم ما هضرتوا على الحكومه ديالكم اللي استوردت البغال من النيجر؟ يكفي هذا، استورد البغال من النيجر صاحبي وتستورد البغال من النيجر، ناس كيستوردوا البقر ديال هولندا، كيستوردوا شي حاجه البغال صاحبي الحمير، وقول لنا اعطيهم الكفابور بلا ما تخلص النيجر. لا حول ولا قوة الا بالله. هضر لي على الناس اللي تموت في البحر، هضر لي على الناس اللي راهي تريسكي بولادها وتروح بلي بيبي يروحوا اوروبا، احكي لي على الناس ما لقاتش واش تاكل راهي ميته بالجوع. علاش خصهم يهضروا؟ الناس اللي راهي ساكنه في القصدير، ما تحكيليش انا على الملك تاع الناس، واش دخلني فيه انايا؟ يبوسلو يدو ولا يبوسلو رجلو، انا واش دخلني فيه؟ دوك يعيقوا احكي لي على بلادي انا واش صاري فيها؟ حبسونا من الفتنه هذه تاعكم بزاف عليكم، كسوالك واش دخلكم يا رب؟ احكي لي على الشعب الزوالي اليوم ميت بالشهر. بصح هذا 22 فيفري قريب باش الشعب يلهى. لا حول ولا قوة الا بالله، بداو كيعيقوا بداو، ماشي غير هذا، كاينين شي ثلاثة ولا اللي شت دابا الفيديو ديالهم. اش بيننا وبين المروك؟ هضر على المشاكل ديالنا، هضر على المشاكل ديال الطوابير. واش الحلول؟ اش جاب هذا الرئيس اللي انتخبناه وجا؟ هذا الشيء اللي خصهم بدا يقولوا الجزائريين. بحال عبد المجيد انتخبوه كرئيس اجداف للجزائر، كيطلع في الخطابات اما كيعاود لنا نكته، اما كيعطي مثال بالحيوانات، اما كيهضر يقول لك تحيه الجزائر ومن بعد واعطي لنا شي حاجه بالموسى. شوف حنا عندنا في المغرب المحاسبه، سيد خرج قال لهم ولدي لا وبا لاباس عليه، داكشي باش دخل، داكشي باش مشى قرا برا، داكشي باش شد منصب، كلشي ناضليه وراه خرج من المنصب ديالو. انتوما ما تقدروش على هكا، انتوما سبوكم عايروكم استفزوكم. تصور انا مسؤول ديالكم كيخرج كيقول لهم 30 عام ما كليت البنان، كيفاش بغيتي تاكلوا انت كمواطن عادي؟ كيفاش بغيتي تاكلوا؟ كيفاش بغيتي تاكلوا؟ تنزل فيديو اخر. سرقة كل ما هو مغربي أصبحت حرفة جزائرية، لم يعد الأمر مجرد صدفة ومغالطات تاريخية تقبل تصحيح، بل تجاوز ذلك. والله لا حرفتهم تشفرت بي. عملية ممنهجة تعمل على تحريف كل ما هو مغربي ونسبه لغيره بشكل فاضح، وبات لزامنا التصدي له بالحجج والتاريخ الذي لا يقبل الزيفة أو التحريف. تقرر في الموضوع لفتح لمين ولو أي حاجة. شوف العالم كله عرفهم شفارة، كلشي حاضي منهم، حاضي راسو منهم. دابا كيمشيو في اي تجمع ولا اي هذاك غادي يمشيو يشاركوا ولا يمشي الجمهور ديالهم غادي يردوا البال للاخرين. عرفتي اللي احتضن كاس العرب الجايه غادي يرد البال من الجزائريين، عندك راه كيهزوا البافو كيدوروا كيسرقوا التليفونات، رد البال. بإيعاز من النظام العسكري الجزائري، تحريف التاريخ وتزويره، سرقة تاريخ المغرب وثقافته وتراثه وتبنيه ضدا على التاريخ نفسه، يجتهدون في سرقة الموروث الثقافي والتاريخي المغربي تبنيه والادعاء دون خجل أو حياء بأن التاريخ تاريخهم والتراث تراثهم
والعادات عاداتهم والتقاليد تقاليدهم. تصرف مجهول التاريخ وفاقد الهوية يتمسك بمغربة بلده، يعشق المغرب لدرجة الغبطة ثم الجنون والكره. لا يتوانى لحظة في سرقة التراث المغربي، سرقاتهم وسطوهم متواصل لكل ما هو مغربي. لم يسلم من أيديهم بشر ولا حجر. عمل ممنهج لمحاولات سرقة التاريخ ورجالاته وعظمائه. هما صافي تشوهوا دابا بهذا المصطلح، تشوهوا في العالم. أديداس قالت لهم ما نعاودش عقد معاكم، انتم كتسرقوا الحاجه كتجيبوها كتقولوا لي ديالي. دوك التونيات الزليج في التونيات. ثم أديداس شاد الخدمه هذه، شاد الخدمه هذه، جبتوا لي الحاجه قلتوا لي ديالي، حتى كيغوتوا عباد الله يقول لك راه ماشي ديالي. شاد الشيء دابا حتى أديداس قالت لهم اخر عقد ديالي معاكم سالينا. ومآثره وتراثه من شعر وشعراء، أغاني ومغنيين، موسيقى وموسيقيين، من طبخ وأطباق وألبسة خلاولا لا ماكلة لا حوايج لا أعلام وأسماء مدن مغربية. تزوير الوقائع وتحريف التاريخ ونسبها إليهم دون ما خجل ولا حياء. ما عندهمش علاش يحشموا، ما عندهمش علاش يحشموا. قيل وكتب ودون من طرف المؤرخين وشهادة الشاهدين الذين عايشوا العصور. يتمادى هؤلاء في سرقاتهم حتى بات ابن بطوطة الطنجي جزائري، وطارق بن زياد فاتح الأندلسي جزائري، وعبد الرحمن المجذوب جزائري. صافي كلشي خليو كلشي كلشي ديالو. وغيره من أعلام المغرب الفكرية والصوفية، بل حتى شخصيات مغربية بارزة لا زالت حية ترزق، وجدت نفسها جزائرية دون علم منها. وخبرك تاد المناطق ديالنا قال لك ميدلت وهاد المناطق قال لك كلشي راه جزائري، قال لك اراضي جزائريه. يلا بعد منتظر بغاو يردونا جزائريين صحه. مدونة في صفحات ويكيبيديا وفي برامج لقنوات فضائية خصصت للغرض. فما غاية هؤلاء يا ترى؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح وحيرة مغربية وعربية مما يحدث. فالعالم إذ بات قرية صغيرة يتابع ذلك باستغراب والسؤال، ما الهدف والغاية؟ خصوصا وأن التمادي في السرقة زادت حدته في السنوات الأخيرة. وسؤالنا، أليس في الجزائر رجل حكيم؟ ناضية هذه عجبتني هذه العودة. أليس في الجزائر رجل حكيم؟ زادت حدته في السنوات الأخيرة. وسؤالنا، أليس في الجزائر رجل حكيم؟ وإذ طرحنا السؤال كون كاين واحد حاكم كون قال لهم اش كديروا، كلهم غاديين مسروحين وصافي. رانا قلت يمكن داك اللحم اللي كياكل ربما. لا، المفاجأة كانت بأن نخبهم منغمسة في السرقة بدعمها للمغالطات والكذب والزيف والتحريف. وآخر ما تفتقت به غريزة اللصوصية لديهم هو أسود الأطلس. يلا. وهنا شر البلية ما يضحك. أسود الأطلس تسبوع ما ويدوا اللقب. يلا، بقدر الألم والحسرة على جوار سيء بقدر الحيرة من أمر هؤلاء. فبعد النجاحات الكبيرة التي حققها المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي كأس العالم المربع الذهبي للكبار، وهو الإنجاز التاريخي الذي لم يسبقه له منتخب عربي ولا أفريقي، بقدرة قادر أصبح أسود الأطلس جزائريون، واللقب جزائري، ومنتخبهم أولى به، بل حتى أسد جبال الأطلس الشامخة جزائري ولا علاقة للمغرب به. ولولا الخوف على العالم من صدمة ووقع الكذبة لقالوا بأن المحيط الأطلسي جزائري سرقه المغاربة، كما سرقوا جبل تبقال من قبل، وسرقت مصر الأهرامات، وسرقت دابا يقولوا تزيد شويه بدا يقولوا فلسطين حائط البراق. فهل هو الجنون في اقصى اهرامات؟ راه قالوا الجزائريين هما اللي بنوها اهرامات دمشق، قالك الجزائريين اللي بنوا. والله الا هادو لك ندوز الفيديو شوالا، لانه الجزائر فيها 10 ساعات لتدمير المغرب يعني يلا. احنا كنشوفوا، احنا كاع ما مسوقين ليهمش، كنشوفوا كيفاش هادوك يسرقوا لنا الحوايج ديالنا. قالك 10 سوايع عندهم، شوف فين كيفكروا اصحاب خوا كيفكروا يدمروك في 10 سوايع. وفيكم اصحاب خوا عاود سمع راه ماشي قالها واحد في الشارع ولا واحد مسطي ولا واحد طالع عليه الدم ولا محلل جالس في قناه كيهضر
ما قديش نقول بكل القوى العقلية، لأن العقل ما عندهمش بربع بعشر قوى العقلية. شو ولا؟ لأنه الجزائر فيها 10 ساعات لتدمير المغرب، يعني هذه في حالة ما طلع لهم في راسهم يهاجموا. تكنيك ما سيبغي 10 ساعات تكنيك ما كي هدرا قال لي واش من ليتك دابا 10 سوايع صاحبك، احنا 10 الناس لوجيستيك مو تكنيك مو اسكو في 10. انا نقول لك ربي اعطى للجزائر عمق كبير جدا. انتوما عطاكم الله كل شيء، انتوما القوة الضريبة عطاكم عمق، اعطيونا غير 9، اعطيونا 9 عباد الله، وانتوما مزيانين اعطيونا 9. بومدين الله يرحمه لما تكلموا على المغرب، من هي بدا يتكلم على تندوف في 76، كان جوابه ان تندوف مثل العاصمه مثل الرباط. صح، بمعنى لو تتمس تندوف راح نضرب الرباط، راح نضرب الرباط والرباط. نعم. في شكون اللي بغى الخيام ديالكم تندوف غير عطيو له 9؟ شكون اللي بغى يقيس تندوف ديالكم عطيو له 9؟ الرمله والخيام اش غادي تضرب فيها مضروبه، هذيك مضروبه من عند الله. المجال شوف من البور نتاع ارزو قلعه بني عباس دمر الرباط كامل. لا ما يوصلش يعني المره اللي فات كان اخر. لا حول ولا قوه الا كيهضروا غير بالتدمير غير بكذا. جاب لهم الله، احنا راه لابسين الصياد واش صحابك، احنا عيالات حنا نبقاو واقفين كنضربوا بقا نشوفوا. الشريف راه عندنا السبوعه راه كناط، راه كلنا غادي نوليو جنود، يعطيونا غير السلاح كنوا في الصفوف الاماميه. الا مشى يتقاس المغرب كنقولوا الا تقاس، لان المغرب عمره ما بغى يسبق للحرب، عمره كيقول حنا ديال السلم والامن والامان. علاش حنا عندنا نظره مستقبليه، ماشي بحالكم اللي جالسين في الظلام كتشوفوا غير فين تنوضوا. حنا الا مشينا نتقاسوا حنا في الصفوف الاماميه، عطيونا غير السلاح وريونا كيفاش نخدموا السلاح ولوحونا في الصفوف الاماميه. اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على المسانده، على الكومونتير، على الميساج اللي كوصلوا في الانستغرام. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم.